بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل النهاردة ساين لو درس التاني في الدرجة الجيومتري لتانية سنة. ساين لو بيقول ان لو في تراينجل اي بي سي زي ما اتفقنا قبل كده، سايد اللي قصاد انجل اي هو سايد اي، بي سايد سي. ساين لو بيقول ان الاي اوفر ساين اي ايكوال بي اوفر ساين بي ايكوال سي اوفر ساين سي ايكوال كمان 2 ار. ايه هي الار؟ الار هي radius of the circumcircle of triangle. circumcircle اللي هتعدى على vertex of triangle، الار هي radius بتاعتها. الشكل ده ممكن انا اكون منه قاعدة البروبورشن اللي اخدناها قبل كده، ممكن اكون منه اشكال تانية للبروبورشن. ممكن اجمع a plus b تبقى over sin a plus sin b equal، او a ممكن اجمع ثلاثة مع بعض over sin a plus sin b plus sin c. ممكن اضرب واحد في 2 مثلا 2 a واعمل minus c يبقى 2 sin a minus sin c and so on. اقدر اكون اي حاجة، وطبعا ده بنكونه حسب الجيفن اللي هيبقى موجود عندي في الايه في المسألة. طبعا اكيد هيسألنا على السيركل، فلازم ابقى فاكر circumference of a circle 2 by r، الاريا of a circle by r square. قلنا قبل كده الترينجل، الترينجل نفسه بقى البرمتر بتاعه هو a plus b plus c، والاريا بتاعته بتيجي half اي 2 side ab sin the included angle، او half bc sin a، او half ac sin b. وكمان بتيجي من قاعدة هيرون. هيرون قلنا ال s equal half البريمتر، والاريا في الحالة دي هتكون equal s وبعد كده s minus ال a سايد الاول، بعد كده s minus ال b سايد التاني، وبعد كده s minus ال c سايد التالت. لما نيجي نتعامل مع المسائل فاحنا هنتعامل دايما من منطلق ان احنا اخدنا قبل كده الكوزاين لو، والكوزاين لو قلنا مش هينفع نحل المسألة غير لو معايا 3 سايدز او 2 سايد وانكلودد انجل. طب الكلام ده لو مش موجود يبقى الافضل ان احنا نتعامل مع الساين لو. الساين لو هو كل ما عدا الحالتين دول نقدر نشتغل بيها عشان نطلع الاجابات اللي موجودة عندنا. بعض المسائل اللي موجودة على الكلام دوت بيقول ان تريانجل اي بي سي، اول سؤال تريانجل اي بي سي ميجر انجل اي 30 وبي سي اكوال 6. قاعدة بتقول ان اي اوفر ساين اي اكوال بي اوفر ساين بي equal c over sin c equal to r. طيب ايه اللي مطلوب عندي؟ المطلوب b over sin b اللي هي المفروض كمان equal a over sin a، فلو انا عوضت عن a و sin a يبقى انا جبت b over sin b. طيب ال a موجودة؟ اه، لان خلي بالك الترينجل a b c السايد b c اساسا احنا بنسميه سايد a، اذا b c اللي هو مديها دي هو كأنه بيقول له سايد a equal 6، فبقت 6 over sin a اللي هي بسردي هي نفسها b over sin b. طب sin 6 ب half دي هتطلع equal 12، يبقى b over sin b هتطلع 12 وتبقى الإجابة الأولى. السؤال التاني triangle x y z بيقول عايز x y to y z equal k. طيب المفروض القاعدة هتبقى x over sin x y over sin y z over sin z. طيب مين السايدز اللي هو قالها دي؟ لو ده ترينجل x y z فسايد x هو y z، سايد y هو x z، سايد z هو x y، دايما الحرف التالت بتاعه. اذا هو لو عايز x y to y z، x y ده هو سايد z وواي زد هو سايد اكس، هو عايز زد اوفر اكس، زد اوفر اكس، زد اوفر اكس هيبقى ساين زد اوفر ساين
اكس، ودي هتبقى هي الاجابة. السؤال الثالث، كوادرلاترال ان كوادرلاترال ترينجل اكس واي زد، ترينجل اكس واي زد عشان يطلع كوادرلاترال يبقى كل انجل ب 60 وكل السايدز قد بعض، هو بيقول لي السايد ب 10 روت 3. اذا معايا ترينجل كل الانجل ب 60 عشان كوادرلاترال وكل السايد ب 10 روت 3. طب عايز الدايمتر. طب انا لو سميت ده ادي اكس واي زد، قاعده بتقول اكس اوفر ساين اكس، واي اوفر ساين واي، زد اوفر ساين زد ايكوال تو ار، اللي هي الدايمتر. اذا لو جبت اكس اوفر ساين اكس هبقى جبت الدايمتر. اكس نفسها هتطلع اللي هو اي سايد من التلاته دول اللي هم اساسا كلهم ب 10 روت 3، اوفر ساين اكس اللي هي ساين 60، ساين 60 روت 3 على 2، دي كلها هتطلع ب 20. يبقى الدايمتر او التو ار ايكوال 20. السؤال الرابع، ترينجل اكس واي زد، بيقول 2r sin x. طيب قاعده بتقول x over sin x، y equal over sin y، z over sin z equal 2r. فلو انا ضربت سيزر هنا هتبقى x equal 2r sin x، وبالتالي الاجابه هتطلع equal x. طبعا خامس مكرر معاه، فخلاص. السؤال السادس، radius length of the circumcircle r، هو عايز y over 2 sin y. طيب نفس الفكره، معايا ترينجل x و y z، يبقى x over sin x، y over sin y، z over sin z equal to r. دي القاعده. طب هو بيقول لي انا طالب منك تطلع y over 2 sin y، اذا انا عايز ازود 2 تحت هنا. ما دام هزود 2 تحت هنا يبقى لازم ازود 2 تحت هنا، يبقى y over 2 sin y equal 2r على r اللي هي equal r، يبقى الاجابه equal r. السؤال اللي بعده نمبر 7، a over a plus b equal sin a over not. طيب القاعده بتقول a over sin a، b over sin b، c over sin c. فوق ايه؟ فعشان كده كتبنا sin a. طب تحت a plus b، يبقى هنكتب sin a plus sin b، شغل من شغل البروبورشن بتاع زمان. اللي بعدها نمبر 8، 3 sin x equal 4 sin y equal 2 sin z، وعايز x to y to z equal كام؟ ما ده برضو قانون الساين لو، انا عايز اوصل له قانون الساين لو. طب قانون الساين لو بيقول ايه؟ بيقول x over sin x، y over sin y، z over sin z، وممكن العكس تبقى sin x over x، sin y over y، sin z over z. طب عشان اوصل للكلام ده لازم الارقام دي تنزل تحت. طب عشان تنزل تحت لازم اختار رقمين، فهيتعمل simplest form مع ال 3 وال 4 وال 2 زي ال 12. لو انا عملت divide ال 12 وابتديت اعمل simplest form، 3 مع ال 12 دي هتتشال ودي هتبقى 4، 4 مع ال 12 4 هتتشال ودي تبقى 3، 2 مع ال 12 دي هتبقى 6. اذا بقت sin x over 4 وsin y over 3 وsin z over 6، يعني x to y to z بقت 4 to 3 to 6. سؤال نمبر 9، sin a over 3 2 sin b over 5 sin c over 4. الفكره كلها في الجزئيه دي عايزه تتشال عشان اجيب a to b to c. طب اشيلها ازاي؟ برضو هعمل ديفايد، بس عشان اعمل ديفايد لازم اعمل في كل، يعني لو زودت هنا تحت 2 بزود هنا تحت 2 يبقى زود هنا تحت 2، تبقى ساين a ودي بقت 6، ودي 2 هتشيل 2 تبقى ساين b over 5، ودي تبقى ساين c over 8، وتبقى الاجابه بتاعتي 6 to 5 to 8. سؤال نمبر 10،
سيركل الدايمتر بتاعتها ايكوال 20، يعني 2R ايكوال 20. وبيقول لي بس السهو اكيوت تريانجل البي سي ايكوال 10. قلنا البي سي ايكوال 10، البي سي هو سايد A، قسمت التريانجل اهو A بي سي، البي سي هو سايد A، سايد A ايكوال 10، عايز ميجر انجل A. طب القاعدة بتقول A اوفر ساين A ايكوال B اوفر ساين B ايكوال C اوفر ساين C ايكوال تو R. طب انا هاخد دي مع دي، ال A اللي هي ب 10 اوفر ساين A اللي انا مش عارفها ايكوال تو R اللي هي ب 20، سيزر هجيب ساين A، ساين A بقت 10 على 20 بقت ايكوال هاف. شفت ساين المفروض نطلع اجابتين، واحده سيتا واحده 180 ماينس سيتا. ليه؟ عشان الساين هنا بوستف وهي بوستف في التو كوادرانت دول الفيرست والسكند، وبالتالي ممكن الاجابتين. طب لما اعمل شفت ساين هاف هتطلع 30، يبقى ممكن 30 وممكن 180 ماينس سيتا. انهي صح؟ الاثنين كانوا ممكن يكونوا صح الا ان هو قال كلمه اكيوت. اكيوت يبقى انا خلاص دي ما عادتش تنفع، والانجل سيرت هي اللي هتكون الاجابه الصح بتاعتي. سؤال نمبر 11، اكس واي زد تريانجل ميجر انجل اكس، اكس واي زد تريانجل ميجر انجل اكس 80 ميجر انجل واي 60 سايد زد، ده المفروض الزد وده الاكس وده الواي، سايد زد ايكوال 10، عايز اكس وواي. طب دي مش قاعدة الكوزين لون، معيش تلاتة سايد ومعيش تو سايد وانكلودد انجل، يبقى دي الساين لو. أول حاجة في الساين لو هجيب الانجل التالتة، معايا تو انجلز 80 و60، هجيب الانجل التالتة هتبقى 40. تاني حاجة هبتدي أطبق القاعدة، القاعدة بتقول إن اكس أوفر ساين اكس اللي هي ساين 80، واي أوفر ساين واي اللي هي ساين 60، زد أوفر ساين زد، الزد ب 10 وساين زد اللي هي ب 40. طب خلاص بقيت كده أقدر أجيب الاكس لما أضرب سيزر 10 في ساين 80 على ساين 40 واحسبها بالكالكوليتر، واقدر اجيب الواي 10 في ساين 60 على ساين 40 واجيب الحل بتاعي. السؤال اللي بعده زيه بالظبط، هو عايز الجريتست سايد، نفس الفكره، نفس الفكره بالظبط، يعتبر 12 ميديا ترينجل اي بي سي، ده A ده B ده C، ميجر انجل A ب 40، ميجر انجل C ب 80، سايد B ايكوال 10، وعايز الجريتست سايد. طب هجيب الانجل التالتة، والانجل التالتة ادي 8 و 40 دي هتبقى 60. تاني حاجة هبتدي اطبق قاعدة الساين، A مش موجودة اوفر ساين A اللي هي 40، B ب 10 اوفر ساين B اللي هي 60، سي مش موجوده اوفر ساين سي اللي هي 80. طب اقدر اجيب الاي والسي. طب هو عايز الجريتست، قلنا الجريتست اللي قصاد اكبر انجل هو اكبر سايد. طب اكبر انجل سي يبقى اكبر سايد هو سي، يبقى انا هجيب السي 10 في ساين 80 على ساين 60 واطلع الحل. السؤال اللي بعده نمبر 16، ترانجل اي بي سي، ده A وده B وده C، سايد A equal 7 و 3، ميجر انجل A equal 60، عايز الاريا والسيركم والسيركمفيرنس او سيركم سيركل، يبقى عايز يجيب ال R. طيب A over sin A equal B over sin B equal C over sin C equal 2R، ال A معايا 7 و 3 وسين A هتبقى سين 60 equal 2R، يبقى 7 root 3 على sin 60 دي على طول هتطلع equal 14 equal 2R، يعني الR هتطلع equal 7 سنتيمتر. طب circumference of a circle هو عبارة عن 2 by R، يبقى 2 في 7 equal 14 by، والarea هي by R power 2، نعود عن الR ب 7 تبقى 49 by، ممكن اعوض قيمة الباي 22 over 7 وممكن اطلعها بدلالة الباي. سؤال نمبر 14، نفس الفكرة تقريبا بس مع اختلاف حاجة بسيطة، مديني البريمتر اوف تريانجل اي بي سي ايكوال 40، ميجر انجل اي 44، ميجر انجل بي ايكوال 66. طب انا اقدر اجيب كده ميجر انجل سي
الاتنين دول ادينج هيطلعوا 110 ماينس 180 تطلع 70. معايا التلاتة ايه مش موجودة اوفر ساين ايه 44، بي مش موجودة اوفر ساين بي 66، سي مش موجودة اوفر ساين سي اللي هي 70 ايكوال تو ار. بس كده مش هقدر احل، فعايز استفيد بحتة البرمتر قال لي. طب هو مين هو البرمتر؟ قال لي البرمتر هو ايه بلس بي بلس سي. خلاص يبقى انا هكون هنا A بلس B بلس C، مدام جمعت اللي فوق هجمع اللي تحت تبقى over sin 44 بلس sin 66 بلس sin 70. طب كده انا اقدر اجيب سايد A ده تايم ده ديفايدد ده. طب ال A بلس B بلس C هقدر اشيلها واحط مكانها 40 لان هو قايل لنا البريمتر 40. اذا ال A بقت 40 في sin 44 على sin 44 بلس sin 66 بلس sin 70. عملية سيزر بقى العادية، واقدر اجيب البي بنفس الطريقة واقدر اجيب السي بنفس الطريقة برضو ما فيهاش مشكلة لحد دلوقتي. سنة رقم 15 يمكن هو شوية أصعبهم. area of triangle equal 450 measure angle B equal 82 measure angle C equal 56 find side A. طب ال area of أي two side AB sin C المفروض ده equal 450، يبقى ال AB sin C معايا اللي هي 56 هنقسم على 2 450 divided half او نضرب في 2 يعني هتبقى 900. ادي equation علاقة ما بين A و B، نقدر نقول A B equal 900 على sin 56 ونجيب العلاقة دي. بس عشان ما ادريش كالكوليتر مش عارف اطلع الارقام مظبوطة يعني. measure angle A مادام معايا 2 دول هيطلعوا 138 يبقى الـ A هتطلع بـ 62. قانون بيقول A over sin A فتبقى sin 42، B over sin B sin 82، C over sin C، C مش موجودة و sin C اللي هي 56 equal 2. طب من الاثنين دول اقدر اجيب كمان علاقة ما بين الـ A والـ B، اقدر اقول ان الـ B equal A في sin 82 على sin 42 وطلع علاقة ال B equal كذا ايه لما اعمل sin 82 على sin 42. حاول كده اعملها لكم كالكوليتر. طيب الاولى كانت 900 على sin 56 يبقى دي sin 56 هي بس الحسابات اللي مجبنش كالكوليتر 0.829 يبقى دي 0.829 يبقى انا هعمل 900 divided 900 divided 0.829 دي هتطلع تقريبا 1085.6. طب هنا برضو سالم 82 سين 0.99 تبقى دي 0.99 دي سين 42 0.67 تقريبا 0.99 تطلع 1.488 هذه العلاقة التانية. ده معايا علاقتين هعوض من الأولى في التانية، هعوض مكان البي بالرقم ده تبقى A في البي اللي هي 1.48 في A equal 1085.6
تبقى 1.48 a سكوير equal 1085.6. تبقى 1085.6 divided 1.48 هتطلع ال a سكوير تقريبا 763.5. هاخد لها سكوير روت عشان اجيب ال a سكوير روت للانسر، هتطلع تقريبا equal 20.0. هي بس الحسابات عشان ارقامها كبيرة، قلنا اسف بس ما عندناش كالكوليتور فبحاول احسبها لكم كده. طيب ده السؤال نمبر 15. السؤال نمبر 16، اسئله نمبر 16، هو طالب ال area of shaded bar رسم سيركل جوه ترينجل اي بي سي، ال A ب 40 C ب 70 والسايد بي سي اكوال 6، وعايز الشيدد بارت اللي هو حوالين الترينجل، بما معناها هات الاريا بتاع السيركل كلها واعمل سبتراكت الاريا اوف ترينجل. هنشتغل على الترينجل الاول طبعا، 40 و 70 يبقى ده ب 70، يبقى التو سايدز دول ايكوال. هنحسب السايد A اوفر ساين A اللي هو ساين 40 ايكوال B اوفر ساين B ساين B ب 70 C اوفر ساين C وساين C ب 70. ال A equal 6 over sin 40 equal B over sin 70. نقدر نحسب قيمة ال B 6 sin 70 over sin 40، وكده حسبنا سايد B اللي هو كمان equal سايد C. كده نقدر نحسب قيمة ال B، نحاول برضو نحسبها ساين 70 وساين 40 يبقى دي 70 ساين تايم 6 ايكوال اللي فوق دي هتطلع 5.64 ساين 40 0.64 يبقى 5.64 divided 0.64 تقريبا 8.8. طيب كده نجيب الـ area of triangle of اي تو سايد، هناخد الـ A في الـ B في ساين الـ C، of الـ A كان بـ 6 الـ B اللي هو 8.8 في ساين الـ C اللي هي بـ 70. حسبنا الـ area of triangle. كمان عايزين نجيب الـ circle، الكلام ده equal to R. اذا لو حسبت اي واحد من دول equal to R، انا معايا ال A over sin ال A اللي هو 40 equal to R، يعني 6 على sin 40 6 over sin 40 sin 40 كانت 0.64 9.3 divided 2. طيب ال R كده لو انا حسبت ده equal to R فانا عملت divided 2 ال R هتطلع equal تقريبا 4.6 او 7 تقريبا، وبالتالي اقدر اجيب الـ area of circle. الـ area of circle equal by r square، يبقى هتبقى by for r square اللي هي 4.7 square. اخر خطوة ان انا هعمل subtract ما بين الناتج اللي يطلع هنا والناتج اللي يطلع من هنا عشان اجيب الشيدد بارت. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 17، اعتقد التشوز بتاعته كان فيها غلط. هو بيقول لي 4 r دلتا over a b c. طب الدلتا اساسا equal half a b sin c، فيبقى انا عوضت هتبقى 4 في r في half في a b sin c على a b c. a b هتتشال مع a b و half في 4 هتبقى 2 r sin c على c. من قاعدة الساين لو A over sin A B over sin B C over sin C equal 2R. انا اقدر اشيل 2R واحط C over sin C، ودي تبقى sin C over C multiply بعض، طبعا هتطلع equal 1. فالمفروض الاجابة 1، وطبعا الاختيارات ما كانش فيها 1 فالاختيارات فيها حاجة غلط. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 18، برضو choose 2B على sin B
ايكوال نقط ار. طب هو القاعده بتقول بي على ساين بي ايكوال سي على ساين سي ايكوال 2 ار. لو انا عايز اضرب هنا في 2 يبقى لازم اضرب هنا كمان في 2، يبقى 2 بي على ساين بي ايكوال 4 ار، وتبقى الاجابه فوق. سؤال نمبر 19، ميجر انجل ايه 2، ميجر انجل بي 2، ميجر انجل سي 3 2 4 2 3، ومديني الاي ايكوال 5 وعايز البريمتر. احنا عارفين ان الانجل لازم يكون مجموعهم 180، فمجموع دول ب 10 ومجموعهم في الحقيقه ب 180، فاقدر اجيب ميجر انجل ايه. ده تايم ده ديفايدد ده هتطلع 54، ميجر انجل بي 4 تايم 180 هتطلع 72، ميجر انجل سي هتطلع 54. جبنا ال 3 انجل، بقى معايا 3 انجل ومعايا كمان سايد، خلاص اقدر اطبق قاعده ساين لو ايه اللي هي 5 على ساين ايه اللي هي 54، بي مش موجود على ساين بي 72، سي مش موجود على ساين سي 54. نقدر نجيب البي والسي، واذا جبنا البي والسي نقدر نحسب البريمتر اي بلس بي بلس سي. سؤال نمبر 20، نفس اللي عدى علينا قبل كده، 6 ساين اي ايكوال 4 ساين بي ايكوال 3 ساين سي. عشان اوصلها لشكل القاعده بتاعتنا اعمل ديفايدد رقم يشيلهم هما التلاته، 12 يشيلهم هما التلاته، تبقى بقت ساين اي على 2 لما اعمل سمبلست، وتبقى ساين بي على 3 لما اعمل سمبلست، وتبقى ساين سي اوفر 4 لما اعمل سمبلست. يبقى الريشيو ما بين الاي والبي والسي طلع 2 3 2 4، يعني اقدر اقول الاي ايكوال 2 كي، البي ايكوال 3 كي، السي ايكوال 4 كي. طيب هو مدينا البريمتر 54، البريمتر مجموعهم هم التلاتة 2 كي بلس 3 كي بلس 4 كي تطلع 9 كي، 9 كي ايكوال 54، يبقى الكي ايكوال 5، الكي ايكوال 5، يبقى الاي بقت ب 10، البي بقت 15، السي بقت 20. هو كان طالب السايدز دي. سؤال نمبر 21، كان بروف ذات ان الاريا، بروف ذات ان الاريا اوف ترانجل ايكوال اي سكوير ساين بي في ساين سي اوفر 2 ساين اي. طب قلنا قوانين الاريا كلها اللي بالشكل ده معتمد على قانون، معتمد على قانون الاريا اللي هو هاف اي بي ساين سي، او هاف بي سي ساين اي، او هاف اي سي ساين بي، واحد من التلاته دول مع قانون الساين لو اللي هو بيقول اي اوفر ساين اي ايكوال بي اوفر ساين بي ايكوال سي اوفر ساين سي ايكوال 2 ار. بختار اي واحد من التلاته واقول ان الاريا وليكن الاولاني هاف اي بي ساين سي، وبعد كده بحاول ابص انا محتاج ايه وعايز اخلي معايا ايه. انا وانا شغال كده في حاجات انا محتاجها عشان تبقى شبه السؤال دوت. ساين سي انا محتاجها زي ما هي لانها موجوده في اللي انا عايز اوصل، واكيد الايه انا محتاجها لانها موجوده هنا، يبقى انا عايز اشيل البي لانها مش موجوده. هشيل البي منين؟ من الجزء بتاع البي اللي هنا. طب هدخل مكانها ايه؟ انا ملاحظ ان انا في ايه زياده، يبقى انا عايز ادخل الايه. طب اذا البي من هنا ايكوال اي ساين بي على ساين اي، هدخلها هنا تبقى هاف الاي زي ما هي، هشيل البي واحط ايه ساين بي على ساين اي، ودي ساين سي. هاف اي في اي هتبقى ايه باور 2 ساين بي في ساين سي على ساين اي، وهيبقى هو ده المطلوب بالنسبه لنا. نفس الفكره موجوده في نمبر 22. نمبر 22 اثبت ان الاريا اوف ترانجل ايكوال اي بي سي اوفر 4 ار، برضه هنعتمد على قانون من قوانين الاريا وليكن هاف اي بي ساين سي، وقانون الساين لو اللي هو اي اوفر ساين اي، بي اوفر ساين بي، سي اوفر ساين سي ايكوال 2 ار. هستخدم القانون ده، انا محتاج ايه عشان انا بحل؟ انا محتاج الاي بي عشان هي موجوده معايا، يبقى انا عايز اشيل الساين سي، يبقى انا هستخدم دي. طب اشيل الساين سي وادخل مكانها الار، يبقى انا هستخدم دي، يبقى السي ايكوال من هنا سوري الساين سي ايكوال هتبقى سي على 2 ار. هشيل بقى ادي هاف الاي بي زي ما هي، هشيل ساين سي واحط سي على 2 ار، لو ضربت دول هتبقى اي بي سي اوفر 4 ار.
نمبر 23 واحدة من الحالات اللي هو بيديني تراينجل ABC يديني تو سايد بس مش انكلودد انجل، ده سايد A ب5 ده سايد B ب7 وميجر انجل A ب6. المسألة دي دايما بتروح لحالة من تلاتة، يا اما يبقى عندي حلين عندي حل واحد يا اما يبقاش عندي حلول خالص. طب ازاي؟ اولا هو ساين لو مش كوزاين لو لان انا ما عنديش انكلودد انجل، A اللي هي ب5 اوفر ساين A اللي هي ب6، B اللي هي ب7 اوفر ساين B اللي مش موجودة، وسي مش موجودة وساين سي مش موجودة. من هنا اقدر اضرب سيزر واطلع قيمة الساين، ساين بي ايكوال تبقى 7 في ساين 60 اوفر 5. لو جيت حسبت 7 في ساين 60 اوفر 5 هيطلع رقم 1 بوينت كذا مثلا 1.2 او 1.3، ما ينفعش يطلع اكبر منه، ده لازم الساين احنا واخدينها زمان هي والكوزين لازم يطلع رقم اصغر من ال1، وممكن تكون ايكوال 1 في بعض الحالات. وبالتالي الاجابه دي مش صح، وبالتالي المساله دي هاز نو سوليوشن، ما تنفعش يكون ليها حل، ما ينفعش ده يكون اساسا تراينجل. نفس الفكره تقريبا المساله نمبر 24 لكن مع اختلاف، نمبر 24 سولف تراينجل اي بي سي سايد اي ايكوال 12 سايد سي ايكوال 7 ميجر انجل اي 27 تو سايد بس مش انكلودد انجل، فهطبق قانون الساين لو الاي اللي هي 12 على ساين اي اللي هي 27 ايكوال البي مش موجوده على ساين البي مش موجوده، السي ب 7 على ساين سي مش موجوده. اقدر اجيب ساين سي ان انا اقول 7 تايم ساين 27 على 12، هطلع الاجابه بتاع الكلام دوت 27 ساين 7 ديفايد 12. الكلام ده تقريبا هيطلع 0.264، هعمل شيفت ساين هتطلع الانجل ميجر انجل سي تقريبا 15 ديجري وشويه. طيب قلنا لما نرجع اعمل شيفت ساين لازم اطلع اجابتين، يبقى لازم دي لها حل تاني، المفروض ان هي 180 ماينس 15 هتطلع واحده كمان 165، ممكن الحلين يبقوا صح وممكن واحد منهم يبقى غلط، اي شيفت ساين لازم اعمل فيها الكلام ده. انا اوريدي معايا ميجر انجل ايه، دي طبعا ميجر انجل سي، انا اوريدي معايا ميجر انجل ايه ب 27، فلو معايا 27 165 اصبح مجموع الاثنين دول اكبر من 180 وده مش ما ينفعش في الترينجل، اذا دي اصبحت ايه ريفيوزد، واصبح ده هو ده الحل الصح، ان انا معايا ميجر انجل ايه ب 27 وطلعت ميجر انجل سي ب 15، يبقى اقدر اجيب ميجر انجل بي 180 ماينس 15 بلس 27 هجيب ميجر انجل بي وارجع اعوض واطلع بقيه الترينجل. اذا دي تاني حاجه، احيانا في بعض المسائل كمان الحاله دي بتنفع ويبقى عندي حلين، وهو ساعات يجي يقول لي اثبت ان في ايه تو سوليوشن. مساله نمبر 25 بيقول ان انا عندي ايسوسلس ترينجل اي بي سي ميجر انجل اي 120، وما دام هو ايسوسلس يبقى كل ميجر انجل هنا ب 30، اللينس اوف ريدياس يديني الار ايكوال 12، عايز السي وعايز الاي، ايه مش موجوده اوفر ساين ايه اللي هي 120، بي مش موجوده اوفر ساين بي 30، سي مش موجوده اوفر ساين سي ب 30 ايكوال 2 ار اللي هي ب 24، اصبحت الاي ايكوال 24 في ساين 120، ساين 120 هتطلع روت 3 على 2 فهتطلع 12 روت 3، وبي وسي ايكوال بعض هتطلع 24 في ساين 30 اللي هي بهاف هتطلع ب 12، طلعنا السايد. طب الجزء الثاني هو عايز غير السايد، هو عايز الاريا، طبعا الاريا اقدر اقول هاف اي في بي في ساين سي مثلا، هاف الاي والبي الاي 12 روت 3 والسي ب 12 في ساين السي اللي هي ساين 30 وطلع الاجابه. اخر مسألة اللي هي نمبر 26 برضو مديني ريشيو ما بين ساين A تو ساين B تو ساين C ايكوال 2 تو 4 تو 5، يبقى ده تعتبر ال A بقت ايكوال 2K، ال B بقت ايكوال 4K، وال C بقت ايكوال 5K. مديني معلومة ان C ماينس B ايكوال 3، ف 5K ماينس 4K ايكوال 3، يعني ال K بقت ايكوال 3، يبقى بقت ال A ايكوال 6
ال B بقت equal 12 وال C بقت equal 50. هو عايز ال A وال B، يبقى احنا كده جبنا ال A وال B، بقى معايا الداتا سايت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.